بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب العون والتوفيق والسدادة والنجاح. أحييكم وأجدد لكم التحية واللقاء في صباح هذا اليوم، يوم الخميس الموافق 19 من شهر 7 لعام 2018 للميلاد، ضمن هذه الشارة الذي نتابعها في أسبوعها الرابع، شارة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ينطلق على بركة الله الشوط الأول الرئيسي للإبكار. المسافة هي الكيلو والنصف، ينطلق على البركة هذا الشوط، ونحن مباشرة إلى المقدمة نتابع ونتطلع إلى المركز الأول. هذه هي الثريا محمد بن سالم بن بخيت العرياني من تحتل المركز الأول، ولكن القدوم من انذار راشد بن محمد بن سعيد الخاطري المركز الثالث الواصلة، هذه هي تتقدم ريمة حسن بن حميد بن مفتاح الخاطري، ورابع المراكز من اللي وصلت وتقدمت في هذه المنافسة، هذه هي محمية هلال بن سعيد بسرور اللي يحيائي، بينما هنا في المركز الخامس الطيارة راشد بن محمد بن عبد الشامسي، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى، ولكن العودة إلى البداية الأولى، العودة إلى الثريا، راحت الثريا ما شاء الله وتبارك الله، الثريا إلى أهل العين إلى أهل دار الزين، سلام يا مزيد سلام لله درك يا العرياني على هذه السرعة على هذا الحضور من انطلاقة الثريا، هذه هي تصل إلى خط النهاية، بينما أوصلت في المركز الثاني محمية هلال بسعيد بسرور اليحيائي، بينما في المركز الثالث المركز الثالث هذه هي وصلت ريمة لحسن بن حميد بن عبد الله بن مفتاح الخاطري، هذه هي النتيجة مشاهدين الكرام للثلاث المراكز الأولى، ولكن الثريا تألقت بالشوط الأول، تألقت في الانطلاق الأول مع العريان بتوقيت زمني مقدار توقيت أيضا دقيقتين، دقيقتين وسبع ثواني هو التوقيت الذي تدون تحت أقدام الثريا. تهانينا لمالك محمد بن سالم بن بخيت العرياني الذي أقدم لنا الثريا لتنتزع أول أشواط هذا اليوم، لتهدي أهالي مشاهدي الكرام منطقة مزيد في مدينة العين، تهانينا على هذا الفوز والانتصار.